جد أعظم من جد الحسين، ولا أب أفضل من أب الحسين، ولا أم أشرف من أم الحسين، ولا أخ أصدق من أخ الحسين، ولا أبناء أعلم من أبناء الحسين عليه السلام. الحسين يميز بين الصادقين وبين أدعياء الصدق، فهو ميزان الصلاح والإيمان، وعدوه ميزان الفساد والطغيان. يا أبا عبد الله، أفديك بأنفسنا وأهلينا وبكل عزيز علينا، كما أفديت نفسك وأهليك وكل أعزائك لله. أنت يا مولاي رجاؤنا في دنيانا، نطلبك لقضاء حوائجنا فيها، وأنت يا سيدي مرتجانا في آخرتنا، نريدك الشفاعة لنا هنا حتى نكون من المقربين عندك في جنة الفردوس. وي كأن بطولات الحسين عليه السلام أساطير، إذ لا يوجد لها مثيل لدى أي من أمم الأرض قاطبة. كما تتشوه سمعة كل من يريد تشويه سمعة الشمس، لأنها مصدر النور والدفء والحياة وهي عصية على التشويه، كذلك تتشوه سمعة كل من يريد تشويه سمعة الحسين، لأن الحسين مصباح الهدى ومثال الإخلاص والصفاء والصدق والفضائل والمناقب. قال لي أحدهم: ماذا يعني لك الحسين؟ قلت: الحسين يعني لي كل شيء. قال: مثلا؟ قلت: إنه يعني لي كل خير وكل إيمان وكل صلاح وكل الدنيا وكل الآخرة. قال: وهل بقي شيء؟ قلت: لا، ولله الحمد. ألم أقل لك إن الحسين يعني لي كل شيء؟ قال: كيف تستغيثون بتربة الحسين وتستشفون بها؟ وهل يكون التراب دواء؟ قلت: إذا أراد الله فما المانع من ذلك؟ نعم، التراب يكون دواء. قال: لا أحد يستخدم التراب دواء. قلت: أولا، هنالك 500 مليون من أتباع أهل البيت يستشفون بتربة الحسين، فهل يكفي لك هذا العدد؟ ثانيا، إن كل الأدوية الطبيعية هي من التراب، فكيف تقول هل يكون التراب دواء؟ ثالثا، إن الدواء إنما هو دواء لأن الله عز وجل أراد له ذلك، وإلا فليست للأدوية طبيعة ذاتية في الشفاء، إنما إرادة الرب هي التي تجعلها كذلك. قال: وهل أراد الله لتربة الحسين أن تكون دواء؟ قلت: هذا ما تقوله الروايات الصحيحة التي تصرح بأن الله في سنة التعويض التي التزم بها عوض الحسين بشهادته أن جعل الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته، ولأئمة من ذريته.